سرور علي إبراهيم من مواليد 1962 من ولادة مدينة قانقين. أكملت الدراسة الابتدائية وحياتي منذ طفولتي في مدينة قانقين محلة عطابق على نهر الولد. فدخلت الابتدائية مدرسة نعمان ومن ثم مدرسة المولوي وأكملت الدراسة الابتدائية في مدرسة مولوي. وقضيت طفولتي في هذه المدينة من العائلة ذات دخل محدود، ومنذ طفولتي أعمل في كل مجالات لكي أعيش عائلتي. وكان في وقتي ظروف صعبة جدا، كان لي درسا كبيرا طفولتي كان تقريبا قاسية علي جدا، ولهذا أعترف بأن طفولتي كان دور كبير في بنيان شخصيتي، وأهتم في شؤون الناس وخاصة الناس المحتاجة أو مساعدة الناس الفقراء، وهذا كان له دور كبير في حياتي. فإنني أعترف بأن أي إنسان له تأثير طفولة، له تأثير كبير جدا على كل شخصية الإنسان عندما يكبر. والدي من ولادة خانقين من عشيرة الدلو، كان رجل معروف في مدينة قانقين، كان إلى قبوبي علي حسن بقلر، وأمي من عشيرة الدلو كذلك. لقد رحلوا منذ سنين وأنا كنت طفلا في سنة 1975، رحلوا في نفس السنة وكنت أنا في مرحلة الابتدائية في سادس الابتدائي، وهكذا اعتمد على نفسي منذ طفولتي لحين اليوم. طبعا أنا بالنسبة لحياتي اليومية جزء منها مخصص للبيت وخاصة الحديقة. صباحيات قوم تقريبا ساعة بالسبعة بالسبعة ونص، أجي للحديقة، مثلا أكو شغلات. طبعا أنا أحب الورود وأنواع الورود والثيل والحديقة واعتناء بالحديقة، وخاصة بالليل هاي الحديقة كلها ما بي فد قلوب يشتعل على كهرباء، كلها مسوي طاقة شمسية. طاقة شمسية ينطينا فد رونق للحديقة، فد جمالية خاصة، ألوان خاصة. فكل الأصدقاء عندما يجون يمي يعني يتعجبون بالحديقة، إعجابهم بالزرع، بالاعتناء، بالعمل. فيومياً أنا مخصص جزء خاص لاعتناء بالحديقة،
خاصة هناك زرع أزرع بالنسبة للبيت، وهاي السنة الأولى يعني كان هذا البيت متروك، ولكن هاي السنة الأولى أعتني بالحديقة. قبل كان حديقتي كلش متطورة وجميلة، ولكن الحرارة الجو والصيف وقلة الماء قد مات كثير من الأشجار والورود. والله حاليا قليل الزرع، الأسامي كثيرة، كل واحد له تسمية، خاصة ورد الصباح أو الشجرة الجهنمية المتسلقة، أنا أحبها كثيرا. كما ترون في كل مكان زارع الجهنمية، وهناك أشجار حمضيات والتين والرمان، حاليا زارع البطيخ في الحديقة. يعني شيء جميل، عندما أعمل في الحديقة أنسى كل همومي. طبعا من هواياتي احب اجزاء قديمه واشياء قديمه، هذا جزء من هواياتي، ولدي كثير من انواع التحفيات القديمه، هذا جزء من هوايتي، ولدي ورشه عمل داخل البيت. احب ان ترون هذه الورشه قبل ان نخرج للعمل خارج البيت. طبعاً هذا الورشة موجود بالبيت، كل أجهزات المنزلية صالحة، وعندي مهنة خاصة بتصليح المولدات، المولدات الكبار. قبل ما أخرج للعمل هسه اتصلوا بي قبل قليل، أكون والدة عاطل، أنا يومياً حسب الأعطال الموجود للمولدات أحضر أغراضي أجي للورشة. إذا جايب غراض أصلحه هنا بالبيت، كل شيء عندي بالبيت، كل الأدوات الموجودة لتصليح مولدات، خاصة العقول المولدات، ورهم كل عقول للمولدات. أجي أشيك هنا، أحضر غراضي أخليه بالسيارة أروح للعمل هناك، وأنا من النوع اللي ما أحتاج إلى كل شيء، من أذهب للعمل كل غراض عندي. هذا مهم بالنسبة للعمل واتقان العمل. يعني أنا عندي عدة مجالات، كما حدثت
تصليح مولدات، تصليح أجهزة كهربائية، هوايتي يعني عدة هوايات عندي، من المطالعة، من الحدائق، وعندي عمل خاص الخيري. دائما أنا شخص معروف بخانقين منذ أكثر من 15 سنة أعمل في نشاطات داخل المدينة، بناء مستشفى وكرفانات المشردين في الشوارع، اعتناء بالأيتام، توزيع المواد الغذائية وتوفير، وكافة عمل أي شيء بخانقين يحتاج يتصلون بي، وفي نفس الوقت أذهب وعندي علاقات خاصة ويا كل مدراء دوائر خانقين ويا المسؤولين. يعني شخص معروف، يعني الناس عندما يلجؤون لي لإيصال مناشداتهم، وطبعا أنا طبعا من أسوي مناشدة أشكر الإدارة والمدراء في خانقين خاصة الخدمية، عندما أذهب أنجز العمل تقريبا أكثر من 95% أنجز العمل. هذا شيء يعني جميل بالنسبة لي. اليوم اللي أشتغل به بخانقين هي الشغلة مرتاح نفسيا كثيرا. هسه احنا راح نطلع، خابروني بالمنطقه. اني طبعا خانقين المولدات الكبار تقريبا اني اشرف عليهم، اي عطال الكهربائيه اني اشتغل به. خابروني على مود مولده عاطل، هسه راح نروح على المولده وان شاء الله نشوف المولده ونبدي بالشغل به ونحدد العطل وان شاء الله نسويه. طبعا انا ساكن هنا بحي المعلمين، منطقه حي المعلمين، ولكن ولاتي مثل ما قلت قبل، انا ولاتي بخانقين محله عبد الله بيك على نهر الود. منذ سنه 78 انا موجود بهاي البيت، وعملت في قضاء كلار، حاليا اداره قرميان. هناك محل كان اكو لف ماطورات والكهربائيات وتصليح الأجهزة الكهرباء، مارست عملي من خلال ذاك، تقويت بالتصليح. بعدين رجعنا وراء السقوط للخانقين وفتحت المحل، استمريت به فترة. بعدين صار تعينات وهاي بطلت، بعدين كملت لحد الآن مستمر. عندي ورشة بالبيت، ومن خلال الورشة أطلع يخابروني ومتنقل بتصليحات وهاي. فهاي عملي هسه وصلنا يم المولدة، عدم مولدة عاطل، راح نفحص فيه
يشوف شنو نوع العضل مالته. طبعا اليوم قابروني على مولدة منطقة جامعة حجية كافية في خانقين، هناك عطل عدم توليد الكهرباء داخل المولدة. هسه راح افتح، وهذا عملي تصحيح مولدة كما قلنا، عملي الرئيسي لي ومصدر رزق لي ولعائلتي. دائما اذهب لتصليح المولدات. انا بالنسبه لي عندي معامل خاص او معامل، مصانع، المطاعم، كافيتريات، دائما يراسلونني. واذا انا اليوم ليس لدي محل، ولكن هناك ورشه لي في البيت، وسيارتي هو ورشه رئيسيه لي، جميع مواد التصليح داخل سيارتي. دائما لا احتاج اذهب الى بغداد لاخذ مواد المتعلقه بتصليح المولدات. فالحمد لله والشكر لدي مواد كثيره ولدي امكانيه لتصليح جميع المولدات. المولدات كبيرة فقط. العطلات اللي تحدث، اكو شورت، اكو خلل مثلا بالطبلات الالكترونية او تحميل او عدم استعماله بصورة صحيحة، المولدة تعمل ويكون اطفاء من قبل المشغل، وداخل المولدة بحمل. اكثر الاعطال يأتي طبعا اني تعلمت هذه المهنه، مارستها من خلال كنت طالب في اعداديات صناعه، وطلعت من الاوائل. كملت دراستي في معهد تكنولوجيا بغداد قسم اعداد المدربين. هناك اعتنيت باللف واعتنيت بهذا العمل كونا كنت احبها، كنت احب المهنه، كنت أحب هذه المهنة كثيرا. وعند تخرجي ذهبت إلى كلار، وهناك التحقت بمحل للف ماطورات، وكنت بارعا في اللف. استمريت سنين لحين السقوط. ورجعت إلى خانقين وفتحت المحل داخل خانقين، ومارست هذه العمل سنين لحد هذه اليوم. فأنا أعتز بهذه العمل كون أحبها وأعشق العمل وتقن العمل كذلك.
كان يوم جميل وممتع، قضيناه اليوم، والآن نهاية اليوم قد ذهبنا إلى السوق وتسوقنا إلى العائلة، والآن سوف أذهب إلى البيت أقضي باقي الأوقات مع عائلتي في البيت. كما وضحت سابقا لدي أعمال كثيرة الإنسانية سوف نقوم بها على المستقبل القريب. إنني متوقف حاليا عن أعمال النشاطات وذلك بسبب ظروف الصحية. سوف أباشر بأعمالي الخيرية بعد انتهاء العيد كما عملنا سابقا بمساعدة النازحين واستقبال النازحين في مدينة خانقين وتوفير ملاذ لهم.